بداياتي يعني بلشت الرياضة في المدرسة في المرحلة الدراسية. كنت متميزة أن أنا أحب الرياضة وما كان لي ميول معينة حق أي لعبة معينة، فكنت بالألعاب القوة بالجري. كانوا يشوفوني أن أنا أسرع وحدة بالسباقات، فأخذوني ألعاب قوة، طائرة كنا نلعب، كل شيء يخص الرياضة كنت متميزة فيه. استمريت بالمدارس أشارك بالبطولات اللي تصير بين المدارس. لما انتقلت للمرحلة الجامعية كنت ألعب في البطولات الجامعية اللي بين الجامعات، تكون جامعات الكويت. شافني المدرب علي الشطي فقال لي أنت موهوبة ولازم تدخلي النادي، ففي نادي موجود حق البنات تقدرين تلعبين فيه اللي هو نادي الفتاة، وهو كان أول مدرب لي يعني هو اللي أسسني. لما انضميت حق نادي الفتاة من المدرب علي الشطي، كان أول دخولي بنادي الفتاة كان هو طالع أول مشاركة خارجية له مع فريق كرة السلة، فهذا حط براسي وايد أشياء، إنه يعني أنا ما كانت ببالي ولا كنت أنا أفكر فيها، يعني كنت ألعب لأن أحس نفسي إن أنا يعني مستمتعة لما ألعب كرة السلة، أحس إن أنا قاعد أسوي أشياء أنا مو متدربة عليها وحركات أشوفها بالتلفزيون أنا أقدر أسويها، فكان فيها المتعة. بس لما شفتهم هو طالعين رايحين يشاركون برا الكويت وبطولة وبالخليج، حطت بفكري وايد أشياء، إن ليش ما أنا أكون وياهم، ليش ما أنا أنضم حق هالفريق، ليش ما أنا يعني أشارك برا بعد. بس كان يحتاج إن أنا تكون عندي الأساسيات الصح. فبهذا الوقت كنت انضمت حق النادي مدربة سورية الأصل اسمها عواطف الحلبي. هم من هذه المدربة أنا ما أنساها بحياتي كلها، لأن هي ربتنا رياضيا تربية، مو مدربة وبس، يعني أخلاقيات الرياضي، تصرفاته بالملعب، طريقة تعامله، غيرت فينا وايد أشياء، مو بس أن أنا أدخل أدربهم أعلمهم الحركة أو أعلمهم المهارة وأطلع. كونت فريق وكانوا فيه لاعبات يعني يسبقوني بالمجال هذا، كانت أول ما دخلت كابتن الفريق اللي هي حنان الزايد موجودة، كان ألطاف الصقعبي، أنوار الملة، أريج السقاف، هذول كلهم لاعبات سابقات كانوا يسبقوني وهم اللي كانوا طالعين يمثلون الكويت بأول بطولة نسائية كانت مستضيفتها الإمارات. فمن بعد ما انضميت لهم ومن بعد ما تدربت مع الفريق طلعنا بطولة واحدة، ثاني سنة أول ما أقامت هذه البطولة أنا كنت معهم، شاركنا في هالبطولة. وفي بعد من اللاعبات اللي كانوا يسبقوني فاطمة الحمد، اللي هي يعني لبعد فترة كانت هي أقرب واحدة لي بالفريق نفسه. لما انضميت لهم كان ما كان عندنا صالة نتدرب فيها، كنا نتدرب في ملاعب خارجية، كان في عندنا 4 ملاعب مفتوحين على بعض، كنا نتدرب تقريبا يوميا بحر مطر شمس كل الأوضاع، وكنا حابين هالشيء وما كانت تفرق معانا وما كنا حاسين أصلا بهالأجواء، يعني كنا نموت بس إنه مستانسين. الفريق كان يعني فريق طموح، كل البنات كانوا يعني يطمحون إنهم يسوون شيء، وأنا ما كان ببالي هذا، يعني ما كان ببالي يعني ولا مهتمة، بس لما دخلت معاهم صرت لا أنا فول باور، أنا أكثر وحدة أبي أسوي شيء وأبي أكون موجودة مع هالفريق وأبي أستمر ما أبي أهد. فاستمرينا بالتدريبات. فأنا لما دخلت أول سنة هم كانوا طالعين، سنة ما دارت سنة اللي وراها وصارت البطولة بالإمارات أنا وياهم. بهالفترة كنا لاعبات تقريبا الكل يعني لاعبات موهوبات
عندهم الموهبه، ودخلنا وتمرنا ورفعنا مستوانا. بس كانت ما كان في اي اعداد حق اي بطوله نشارك فيها، الاعداد كان داخل الكويت بيننا وبين بعض، نسوي تقسيمه بيننا وبين بعض ونلعب. ما كان في فرق ثانيه اصلا ان ممكن نسوي معاهم مباريات وديه او يعني نشوف مستوانا معاهم. فقبل بطولة الإمارات كان الإعداد هو التدريب العادي، مباريات بيننا وبين بعض ونروح نشارك. فإحنا أول مشاركة كانت لما أنا ما كنت معاهم، كانت بين الكويت والإمارات، واستضافة من الإمارات أنهم يعني يحاولون يسوون بطولات خليجية ويهتمون بالرياضة النسائية. فكانت هي يعني بادرة من دولة الإمارات أنهم يسوون هذا الشيء ويهتمون بالرياضة النسائية. ثاني سنة كانت في دعوات مو بس للكويت، كان الكويت والبحرين وقطر وعمان. فكانت البطولة الثانية اللي أقاموها استضافوها، كانت استضافة كاملة من دولة الإمارات تقريبا بآخر التسعينات حق دول الخليج. فكنا احنا نتمرن بالكويت، نعطي كل طاقتنا بالتدريب، تقسيمه بين نحاول ان احنا نطبق خطط نطبق بيننا وبين بعض. فلما طلعنا بالخليج ولعبنا مع الفرق الثانيه والدول الثانيه، صدمنا ان احنا كنا ناخذ المركز الاول، وكنا يعني نسحق كل الفرق. فهذا زاد فينا الثقه، وزادت فينا ان احنا لا نبي نستمر، يعني خلاص يعني احنا عندنا الموهبه وعندنا التدريب وعندنا المدربين وقادرين نطلع، فليش ما نستمر؟ واستمرينا. واجهتنا وايد صعوبات بالكويت بنادينا ان احنا نستمر، لا وظلينا استمرينا على الرغم من كل الصعوبات اللي واجهتنا. من ثاني سنه شاركنا بمشاركاتنا، بعدين قامت البطوله يعني تقريبا من ثالث او رابع سنه قاموا يكرمون، مو بس انه تصير بس لعب مركز اول وثاني، قاموا يكرمون اللاعبات المتميزات. فكل سنه كنت اخذ تقريبا، اول سنه خذيت هدافه البطوله، بعدها بثلاث سنين اربع سنين خذيت افضل لاعبه خليجيه. ودائما كانت الجوائز هذه يكون نصيب الكويت فيها الكبير، يعني ذكر دائما كانت تاخذ كاس الثلاثيات لاعبه عندنا اسمها عائشه البحر، حاليا مو موجوده يعني مع الفريق اقطعت، بس دائما كانت تاخذه، كانت متميزه حيل بالرميات الثلاثيه. وكان في لاعبات وايد متميزات، ويعني مثل ما قلت ان الكويت كان لها النصيب الاكبر بالجوائز هذه. بعد ما حققنا الإنجاز هذا، طبعاً الإنجاز سواء كان جوائز فردية أو مراكز، هذا يرد حق الفريق كامل مو بس لي أنا، بس هذا أعطاني يعني من داخلي إصرار إن أنا أستمر، وكانت عندي طاقة وايد كبيرة. يمكن من ثالث بطولة كان إحنا كان شوي عندنا يختلف السيستم بالفريق عن الفرق الشباب، لأن إحنا كنا فريق واحد تقريباً، نادي واحد، كنا نمثل النادي ونمثل المنتخب في السابق، لأن ما كان في أندية ثانية. فكان سيستم إنه شلون يصير كابتن الفريق حق اللعبة هذه مختلف عن الفرق الثانية، أو مختلف بشكل عام عن الألعاب الثانية كلها. المعروف إن كابتن الفريق هو يكون أكبر لاعب باللعبة نفسها. احنا من ثاني سنة بسبب الطاقة اللي كانت عندي والطموح وتشجيع اللاعبات واسحب هذه وهذه وتعالوا وتكوين الفريق، فالمدربة شافت انه لا انت تصلحين تكوني كابتن الفريق، مع اني كنت اصغر وحدة موجودة بالفريق. فقالوا نبي نرشح هالسنة كابتن الفريق، كل اللاعبات يقعدون ويسجلون منو يبون كابتن الفريق. فكانوا كل اللاعبات من غير استثناء حاطين اسمي، يعني زادت المسؤوليه علي، وصارت يعني حسيت انها كبيره، ان انا اصغر لاعبه معاهم، انا الكابتن يعني، ومو
انقاص بحق الكابتن اللي كان موجود، بالعكس حتى هي كانت حاطه اسمي، بس ان كانت المجموعه اللي موجوده تبي الانجاز، وكنا نبي دائما يكون الشخص الصح والشخص اللي موجود والشخص اللي يعطي. فكانت يعني شيء وايد حلو من اللاعبات كلهم حتى الكابتن السابق.